وعيبا لك. وفي محافظة مأرب أقدمت عناصر إرهابية مسلحة من تنظيم القاعدة فجر أمس على تنفيذ اعتداء غادر استهدف طقما تابعا للواء 312 في كمين نصبوه له في منطقة سرواح، ما أدى إلى استشهاد 5 جنود هم الشهيد البطل صالح صالح سريح، الشهيد البطل محمد عبد الله العنسي، الشهيد البطل مجاهد علي غطاط، الشهيد البطل ناصر حزام الهاملي، الشهيد البطل عبد الرحمن العلفي، بالإضافة إلى إصابة 2 آخرين. كما قامت مجموعة أخرى من عناصر تنظيم القاعدة بإطلاق النار على دورية أمنية في منطقة بيحان بمحافظة شبوة، ما أدى إلى استشهاد 2 من أفراد الدورية الأمنية هما الشهيد البطل الرقيب علي صالح القملي، الشهيد البطل العريف علي محمد الركن. وقد جرت للشهداء 7 مراسم تشييع مهيبة إلى مثواهم الأخير بعد الصلاة عليهم في جامع الشهداء بالعاصمة صنعاء، فيما تقوم قوات أمنية حاليا بملاحقة الجناه لضبطهم وتسليمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل والرادع. وأقدمت عناصر تخريبية مسلحة تابعة لأحزاب اللقاء المشترك بمحافظة إب بعد صلاة الجمعة يوم أمس بالاعتداء على أفراد الخدمات الأمنية والحراسات الخاصة بالطرقات والمنشآت في المدينة، حيث قامت تلك العناصر بإحراق ناقلة جنود وسيارة قائد الشرطة ودورية أمنية تابعة لشرطة النجدة، والاعتداء على رجال الأمن ابتداء برشقهم بالحجارة ومن ثم إطلاق النار عليهم. وقد نتج عن ذلك وفاة الشهيد البطل الضابط نصر صالح الغشم ووفاة المواطن علي ناجي العرومي، بالإضافة إلى إصابة 28 جنديا من رجال الأمن. وفي محافظة البيضاء نفذت عناصر مسلحة تابعة لأحزاب اللقاء المشترك خلال اليومين الماضيين عملية اقتحام لمقر المؤتمر الشعبي العام في المحافظة، وقاموا بإطلاق النار على حراس المبنى ما أدى إلى مقتل 2 وإصابة 10 آخرين. كما قامت تلك العناصر بنهب وإتلاف جميع محتويات مبنى مقر المؤتمر الشعبي العام في المحافظة، ومن ثم إشعال النيران في المبنى المكون من 3 طوابق. وفي حادثة أخرى أقدمت عناصر تابعة لأحزاب اللقاء المشترك على قتل المواطن مصلح محمد السرحاني في منطقة السلفية بمحافظة ريمة أثناء عودته من الحديدة إلى محافظة دمار يوم أمس. وتحمل وزارة الداخلية أحزاب اللقاء المشترك والإخوان المسلمين كافة المسؤولية في سفك دماء الأبرياء وارتكاب هذه الأعمال التخريبية والفوضوية، وتهيب بالعقلاء في تلك الأحزاب والخيرين من أبناء الوطن بالتصدي لذلك المخطط التخريبي وتجنب انزلاق نحو العنف والفتن والوقوف بحزم ضد كل من تسوي له نفسه المساس بأمن وسكينة المجتمع. ناقش اجتماع موسع عقد اليوم بمحافظة البيضاء برئاسة المحافظ محمد ناصر العمري وضم القيادات التنفيذية وقيادات وأعضاء السلطة المحلية بالمحافظة، ناقش الأوضاع الأمنية في المحافظة في ضوء